بص يا سيدي، صلي على النبي الاول. انا قلت لك قبل كده، طول ما انت هتقعد في الجرامر تحفظ بقى المضارع البسيط والماضي البسيط والمضارع المستمر والماضي المستمر والكلام ده كله، عمرك ما هتتعلم جرامر. انا قلت لك علشان تتكلم جرامر، مش دعوه بالامتحانات والكلام ده كله، دلوقتي بتكلم لو انت عاوز تتكلم جرامر، حاول انت ما تترجمش اولا ترجمه من العربيه للعاميه وبعد كده من العاميه للانجليش، او من العاميه للعربيه ومن العربيه للانجليش، كده في وقت كتير جدا هيضيع. حاول على طول من العاميه للانجليش على طول. فعشان كده احنا اتكلمنا قبل كده عن ازاي نعبر عن حاجه بتحصل عموما، وقلت لك ما تشغلش بالك ان ده اسمه مضارع بسيط ولا مضارع مستمر ولا هو عموما مضارع بسيط. طب دلوقتي بقى انا عايز اعبر عن حاجه حصلت وخلصت، يعني حاجه خلاص حصلت وخلصت، بلاش خلصت عشان بتقعد تراجع عليا. تمام، حاجه حصلت وخلصت، ايه هي بقى؟ بص، هنجيب اي ضمير من الضمائر اللي انت عارفهم، اللي هم الاي او الوي او اليو او الذي او هي او شي او ات. حلو، وبعد كده هجيب اي فعل في التصريف الثاني. لازم تبقى عارف ان اي فعل بيتصرف تصريفات اول وثاني وثالث، زي play played played، sleep slept slept، come came come، take took taken. انا بقى عايز التصريف الثاني ده، ولازم تبقى حافظ لك شويه تصريفات ثانيه من كل الافعال. يعني مثلا اي انا، played لعبت كده I played، وشوف اي حاجة انت لعبتها بقى امبارح مثلا او اول امبارح او لعبتها وخلصتها. I played tennis، انا كده لعبت تنس yesterday. طب عايز اقول هي كلت سمك امبارح، هي يعني شي كلت تصريف تاني حصل وخلص، ate، يبقى شي ate سمك 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 fish، she ate fish yesterday. طب عايز اقول مثلا هم راحوا للمدرسة امبارح، هم يعني they، راحوا يذهب يعني جو، تصريف التاني يعني went، they went الى المدرسة to school، but they went to school yesterday. انت نفسك تقدر تعمل لي اي جمل لو انت عاوز افعال من التصريف التاني، والضمير كده كده هتحطه، هتحط المفعول. يلا وريني بقى ثلاث جمل من نفس القاعدة دي، حاجة عملتها وخلصتها، اكتب لي ثلاث جمل عشان صححهم لك. السلام عليكم. بص على الاول كومنت بسألك فيه شوية حاجات حلوة. سلام.